الرئيس الباكستاني السابق برويز مشارف يهرب من المحكمة بعد إصدار القاضي أمراً باعتقاله. وسائل إعلامية أشارت إلى أن الحرس الخاص لمشرف تمكن من إخراجه سريعاً من محكمة إسلام أباد العليا ومنع الشرطة المحلية التي تنتظر خارج قاعة المحكمة من اعتقاله. محمد أمجد الأمين العام لحزب رابطة جامع مسلم باكستان يقول القاضي رفض الاستئناف الذي تقدمنا به وهذا يبرز تحيز القضاء، نحن لا نثق بالسلطة القضائية التي قررت وضعه في سجن. هذا ويواجه برويز مشرف اتهامات بإساءة استخدام منصبه أثناء توليه رئاسة البلاد، إضافة إلى اتهامات تتعلق بالإرهاب. يشار إلى أن مشرف كان قد عاد إلى باكستان في آذار الماضي بعد 4 أعوام في المنفى بهدف المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقررة في 11 من أيار مايو المقبل.